الصوص اللي في الكوبايه اللي قدامكم ده الصراحه بيظهر لي في فيديوهات كتير، ده غير كمان الناس عماله منشن عليه وبتطلب مني طريقته عامله ازاي. بصراحه منظره كان في منتهى الجمال، علشان كده كنت متحمس ان اجربه واشوف طعمه عامل ازاي. وبس كده، كل اللي عايزه منك تتحمس معايا، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول خطوه هنقول بسم الله وهنبدا نجهز الصوص. واول مكون هنحتاج نص كوبايه مايونيز، وهنضيف 3 معالق كبار كاتشب، معلقه صغيره توم باودر، نص معلقه صغيره فلفل اسود خشن، نص معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره صويا صوص. ودلوقتي هنقول بسم الله ونقلب كويس. وبعد التقليب كده الصوص اصبح جاهز. وبعد ما جهزنا الصوص دلوقتي هندخله الثلاجه لحد ما نجهز الدجاج. وهنحتاج حوالي 350 جرام من صدور الدجاج، وهنبدا نقطعها قطع طوليه. وهو ده كده الحجم المطلوب. وبعد ما نقطع البانيه هنضيف عليهم معلقه صغيره ملح، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره شطه، وهنقلب كويس. وبعد التقليب هنغطيه وندخله الثلاجه لمده 30 دقيقه ونرجع لكم تاني. وعقبال ما نسيب الدجاج في الثلاجه هنحتاج كوبايه الا ربع من الدقيق، وهنضيف نص كوبايه نشا، معلقه صغيره توم باودر، نص معلقه صغيره فلفل اسود، وهنقلب كويس. وبعد التقليب هناخد 3 معالق كبار من خليط الدقيق، وهنضيف عليهم بيضه، واخر مكون هنضيف ربع كوبايه ميه، وهنقلب كويس. وبعد التقليب كده الخليط السائل اصبح جاهز. وبعد مرور حوالي 30 دقيقة على الدجاج في الثلاجة، ودلوقتي هناخد قطعة وهنغمزها في الخليط السائل، وآخر حاجة هنغمزها في خليط الدقيق. وبعد ما نغمزها في الدقيق هنهزها بالشكل ده، وأول ما تعمل تشققات بالشكل ده كده الدجاج أصبح جاهز على التسوية. وعلى نار متوسطة هنسخن الزيت، وبعد ما الزيت يسخن هنقول بسم الله ونبدأ ننزل. وأول ما تاخد معانا لون ذهبي محمر بالشكل ده هنبدأ نطلعها. وبعد ما خلصنا بقى الكمية، بصوا بسم الله ما شاء الله الشكل عامل ازاي، شكلها الصراحة يشهي قوي. وكده كل اللي عليك تقول بسم الله وتغمز وتدوق. بصوا بسم الله ما شاء الله الشكل حلو قوي. ويلا بينا دلوقتي ندوق ونشوف الطعم عامل ازاي. بسم الله. انا عايز اقول لكم مبدئيا كده، انا مش عارف اتكلم على جمال طعم الصوص ولا جمال طعم الدجاج ولا جمال طعم التتبيله. من الاخر انتوا لازم تجربوا الوصفه دي، واكيد اكيد ان شاء الله هتعجبكم. وبس كده بيكون انتهى الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.